السلام عليكم. لا يوجد إنسان معصوم عن الخطأ، لذلك لا تدع تلك الأخطاء تفسد علاقة رائعة. هذه الصفات وغيرها التي خلقها الله في الإنسان ما هي إلا إثبات أن الإنسان لا كمال فيه، وهذه ميزة من ميزات الإنسان. فالله خالق البشر خلق الإنسان هلوعا خطاء، وذلك لحبه بعودة الإنسان تائبا. الله سبحانه وتعالى خالق البشر يغفر ويعفو عن الخطائين، فمن نحن كي لا نغفر ونصفح ونعفو عمن أخطأ؟ فلا تجعل تلك الأخطاء وأخطاؤنا وأخطاء من نحب أو أي خطأ أن يغرز في نفوسنا اليأس، أن يفقدنا الأمل بالحياة، أن يفقدنا الأمل بالعفو والتسامح. وثق تماما، إن كنت قد أخطأت فقد أخطأت لأني إنسان،